يقال بأن الشيخ عبد الكريم مطيع خرج إلى أوروبا لأنه رجل غني ويملك يعني استثمارات كثيرة في أوروبا. طيب هات يعطيه ورقة الآن وأوقع لك توقيع كامل مصدق بأنني أتنازل لك عن جميع أملاكي في الكرة الأرضية إذا كانت لي. أولا أنا لم يسبق أن امتلكت شيئا منذ خروجي. قطعة الأرض الوحيدة التي كانت لدي في الدار البيضاء وكلت أحد الإخوة ببيعها، أصبت بضائقة لتعليم أولادي، فبيعت وأنا الآن لا أعرف بكم بيعت ولا من اشتراها ولا إلى آخره. أشياء خليها من الأشياء التي لا ينبغي أن تقال. هذه القطعة الوحيدة التي كانت لدي، وما زالت عندي في الزاوية القرآنية، زاوية طاغية فيها بيت لكن عمره حوالي قرنين، 200 سنة وزيادة، اللي هو ميراث الأجداد، من جد عن جد عن في جد. منطقة بني حمد. نعم، هذه وكله خرائم. إذا دخلت إلى الإنترنت موقع الزاوية الطاغية، فيه موقع تجد الأحجار متراكمة ومكسورة وكذا، لأنه 40 سنة تقريبا بدون صيانة، الجدران تساقطت والبناء قديم جدا تاريخي من أيام المؤسس الزاوية إلى الآن. هل أنا لا يمكن أعرف أن مشكلة. نفهم هل يمكن أن نفهم أن مذكراتك، يعني قلت لي قبل قليل على أنك كنت مدفونا في ليبيا، أي طبعا، هل يمكن أن وكنت مقطوعا حتى بالنسبة للإنترنت؟ ما هوش الانترنت فقط، حتى التليفون قطع عني. قطع عنك. حتى التليفون الذي كان عندي لم يدخله الليبيون لي، كان بجواري شركة ليبية هجر أصحابها أو ما أدري وقع لهم ما وقع، فبقيت مهجورة الباب مفتوح والتليفون فيه. دخلت مرة لأنه مهجور، لعب الأطفال في الجراج هذا ديالهم، رفعت التليفون وجدته وكذا، فاستأذنت بعض الإخوة بعض الأصدقاء، قال لي أنت فوضى، طول خيطه وخذه إلى البيت، فأخذته. ثم بعد الحصار مباشرة قطع التليفون، عندما عرفوا أن لدي تليفون قطع التليفون. فاتصلت ببعض الشريف نفسه ما طلع، واتصلت بغيره ما طلوا. نعم. أخيرا كنت عند الشريف مرة فوجدت موسى كوسة نفسه، زدت قلت له يا أخ موسى، أنا وسيلتي الاتصال بالعالم الخارجي بأسرتي في أمريكا وفي غيرها وفي غيرها هي التليفون. قطعت، ضحك ابتسم ابتسامة خبيثة إذا كان الحصار، قال إن شاء الله سوف باللهجة الليبية نركب لك تليفون في باخرة. في باقية باخرة باخير معناها هذا، معناها نسلمك تليفون في باخرة. هكذا بهذه الخبثة قالها موسى الكوسة. يعني أن المذكرات التي نشرت الجزء الأول منها نعم، على جريدة هيسبريس، يعني كتبتها في ليبيا أم خارج ليبيا؟ لا المذكرات التي نشرتها هناك، ها. كنت كتبت حلقات الأولى، الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى كتبتها في ليبيا، ثم بعد أن جئت إلى بريطانيا أتمتها في بريطانيا. يعني الملاحظ من خلال الكتابات كتابة المذكرات أنها عبارة عن مرافعات نعم. تدافع وكأنك يعني متهم، هل تشعر بأنك متهم؟ لا أشعر بأنني متهم، حاشا لله، أنا لست متهما، وكأنك ترد على أشخاص. ولم يوجد بعد من يستطيع أن يتهمني في عرضي أو في تصرفاتي أو في أعمالي أو في إنتاجي الفكري أو الأدبي، لم يوجد بعد ولا يستطيع. لماذا؟ لأنني أقف على أرضية من الحق والصدق لا يستطيعون أن ينالوا منها. وأنت تعلم أنهم بذلوا جهودا كبيرة جدا في تشويه سمعتي ولم يستطيعوا، إلى حد أنهم ألفوا الكتب نعم كلها أكاذيب. من ألفها؟ ألفها الشباب الذين عندما خرجت من المغرب لم يكونوا مولودين حتى تقريبا أحيانا.
يروي كاذبا عن كاذب ورواية عن رواية. لذلك ذكرت هي لك تقصد سابقا عن أحمد الله أنني بقيت حيا لأرى كيف يكذب على الأحياء وعلى الأموات، واستفدت من هذا في شيء آخر في تصحيح للأحاديث النبوية وما يروى عن الرسول. إذا ما روي من الأكاذيب التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، من أكون أنا لكي لا يكذب علي؟ أنا لا أساوي حتى ذرة من تراب تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا يكذب علي وقد كذب على غيري إذن وأنا منهم أشرف مني؟ إذن بالنسبة للمذكرة أنت كانت رد على هذه الأكاذيب ما لم تكن رد، هي في أو الحقيقة توضيح، هي في الحقيقة كانت رصد لما مر بي في الفترة، إذا جاز التعبير، السعودية في الفترة المكية والكويتية، كانت رصد للأحداث هناك. ففي سياق الأحداث وقع ما وقع، ذكرت ما ذكرت لأن أشياء واقعية ليست دفاعا عن فلان أو فلان، لأن هناك أشياء لا أقل من أن ترد عليها، وهناك أشخاص أقل من أن ترد عليهم. هناك بعض لو مثلا لو تحدث العلماء والمفكرون وقادة الفكر وقادة السياسة لكنت أرد عليهم. على من أرد يا أخي؟ أرد على أطفال كانوا يريدون أن يصلوا إلى بعض الـ الأهداف السياسية فاتخذوني واتخذوا شتيمتي والكذب علي مرقاة للوصول إليها. مثلا هم رصدوا أو لقنوا أن الملك يحقد علي ويكرهني. نعم، إذا أردت أن أرد على الملك، الملك أهل أن أرد عليه، أنا رجل وملك أستطيع أن أرد لو اتهمني الملك لذكرت. لكن هؤلاء كانوا يريدون أن يتقربوا إلى الملك. من تقصد بهؤلاء؟ هؤلاء الذين كذبوا علي كلهم. تقصد صرت أنا تقصد تقصد يعني هناك بعض الشهادات معنونة تحت ذاكرة الحركة الإسلامية بالمغرب، نعم، والتي ألفها أحد الزملاء وهو بلال تليدي، نعم، زميلنا وهو كاتب صحفي. من يقرأ هذه المذكرات نعم يجد على أن الشيخ عبد الكريم مطيع إنسان ماكر داهية، يعني إنسان كان يجنح بالشباب إلى السرية، لم يكن ديمقراطيا، كان يريد أن يلعب لعبته وأن يستفيد لوحده. من يقرأ لهذه المذكرات؟ هذه المذكرات يمكن أن يخرج بهذه النتيجة. هذه المذكرات موظفة للقرب للتقرب إلى الملك الذي كان مشحونا. من هو الملك الحسن كان مشحونا بالحقد علي، شحنه الخطيب وجماعته، وهؤلاء كانوا يعرفون عواطف الملك وقصده مني فكانوا يتقربون إليه بذلك. مثلا صرت من أراد أن يحقق مكسبا سياسيا فليجتمع عبد الكريم. من فاته توهما توهم أن بعض المكاسب فاتته بسبب وجود عبد الكريم فليجتمع عبد الكريم. في هذا الإطار، وإلا سي بلال تليدي كم سنه؟ أنا لا أعرفه. زي سنة 1973 73 أصغر من آخر تقريبا من بنتي الذي كانت هي في الدرجة الخامسة. لا، ولكن للإنصاف أن الأستاذ بلال تليدي أنه يقول بأنه طالب الشيوخ الإسلامي أن يدلو الشيخ بدلوه في هذا الموضوع، لأن استغفر الله لم يسبق أن اتصل. هو كتبها يعني في كتب كذب، لم هو أكثر من هذا، كتب في كتابته أنني قتلت النعماني ولعنة الله على الكاذبين، كتبها مسجلة. من قتل النعماني؟ قال قتله عبد الكريم ليتخلص منه، كتبها في بعض مذكراته. هذا بلال، ألا يستحي من هذا الكلام؟